اخد بقى النقطة تانية في منتهى الأهمية، هو أنت ليه مش موجود في الجهاز الفني لنادي الزمالك؟ على طول كده. والله بص انا اترشحت في الجهاز جهاز كارتيرون. جهاز كارتيرون، لكن هو لا يعني لحد وقتنا هذا الراجل مش عاوز حد عامه، يعني هو قافل الموضوع. لكن طبعا شرف كبير ان انا موجود في نادي الزمالك، وان انا اترشحت وانا مش موجود في النادي، يعني انا اوريدي مش موجود في النادي، مش شغال في النادي يعني. بس الحمد لله يعني كابتن حسين كنت اتكلمت معاه وراجل رشحني، ولكن في الاخر هي كل حاجه في الاخر نصيب يعني. والحمد لله يعني انا بشرف كبير ان انا اترشحت في نادي الزمالك، بس في الاخر كل حاجه نصيب، جت ما جاتش بقى انا يعني شغال في الاتجاه بتاعي يعني. هل حصل بينك وبين كارتيون اي جلسه ولو وديه حتى يتعرف عليك يدردش معاك؟ قعدنا مع بعض. قعدتوا مع بعض؟ وكان ايه يعني ليه في نهايه الجلسه دي ما كانش فيه نتيجه؟ هو راجل نفسه قافل الموضوع، مش عايز بغض النظر احمد او غير احمد يعني. فاهم ازاي؟ لكن انا يعني قعدت، القعده كانت كويسه واتبسطت من القعده جدا، واتكلمنا في كل حاجه في الكوره والكلام ده كله. لكن في الاخر هو بقى هو نفسه قافل الموضوع، ففي الاخر هي بتبقى بقول لك انا سايبها لله يعني، مش مركز فيها. جت ما جاتش. طيب قافل الموضوع بقى، انا بتكلم هنا دلوقتي الزملكاوي مش الراجل اللي كان مرشح، قافل الموضوع انه عشان هو مش عايز مدرب مصري بشكل عام، ولا هو عايز ينفرد بالقرار لوحده دايما، ولا هو ما عندوش ثقه في المدرب المصري؟ يعني انت قريت ايه؟ هو مبسوط بالجهاز اللي معاه، هو مبسوط بالوضع اللي هو فيه، الناس الاجانب يعني اللي معاه والكلام ده كله، ده اللي وصل لي. لكن ما اعرفش بقى حصل ايه في الجهاز الفني اللي قبل كده، حصل مشاكل ما حصلش مشاكل ما اعرفش. لكن هو الواضح ان هو يعني مبسوط بالناس اللي شغاله معاه وماشي الدنيا كويس وعارف يسيطر على الجهاز بتاعه. هل من الضروري للمدير الفني الاجنبي بشكل عام مش بس كارتيرون يبقى معاه مساعد مصري في الجهاز؟ والله بغض النظر عن مصري او اجنبي، بس لازم يكون حد معاك فني طبعا. يعني لازم يكون حد معاك فني. وبرده خلي بالك اللعيبه المصريه في اوقات اللعيبه ما بتتكلمش مع الناس، مع المدرب الاجنبي، ممكن تتكلم مع مدرب مصري قريب منها، يتكلموا معاه، يشتكوا الكلام ده كله. وفي الاخر برده احنا كنا بنلعب، فكنا بنروح نتكلم مع مدربين، المدرب المساعد او المدرب العام، ونتكلم معاه، بياخد وندي معاه في الكلام، ممكن يوصل لنا وجهه نظر المدرب، يبقى في حلقه وصل من المدرب كده. يعني بتبقى حاجات مهمه لازم يكون حد، عشان اللعيبه نفسها كمان. المدرب المصري بيبقى شغال في جهاز فني، جهاز فني اللي بيقوده مدير فني اجنبي، بيبقى ليه راي وليه تاثير ولا ما بيحصلش؟ صراحة. بص اول حاجه بس تبقى انت عارف انت شغال ايه، يعني شغال ايه وحدودك ايه. طبعا في حدود اكتر من حدودك يبقى انت كده الموضوع باظ خلاص، لان الاجانب اذكياء. يعني كل لعبي تقريبا كان مع الناس الاجانب، فانا عارف كويس قوي حدودي لو انا مدرب مساعد، عارف حدودي كويس قوي، ارائي هقولها للراجل، الراجل خد بيها ما خدش بيها، دي حاجه في الاخر ترجع له ان هو المدير الفني، هو المسؤول. فانت لو عارف حدودك يا كريم هتبقى الدنيا سهله. صحيح. والناس هتثق فيك، هيثق فيك وهيحبك وهيديك فرصتك وشغلك. لكن الفرجه كمتفرج انا ما مش ماليش، يعني انا مش حابب الكوره يعني انا حابب التدريب كتدريب، حابب الموضوع. فمش اللي انا اشتغل في الزمالك وابقى متفرج بس، لا بالعكس، انا لازم يبقى ليا رايي ولا تدريب، اشتغل في التدريب، اشتغل في الحاجات دي كلها بنفسي عشان اخد خبرات. لكن غير كده لا. لكن في الاخر لو انت عارف حدودك، الاجانب بيثقوا فيك كويس، لو حبوك هيدوك مساحه كبيره جدا، هيسمع رايك، هياخد رايك. لكن الاجانب عامه لما يجي يتعاملوا مع المصريين بيبقى في حذر في الاول، بسبب ان انت عارف ان عارف كل واحد عاوز ياخد مكان التاني والحاجات اللي هي لكن في الاخر هو لو انت عارف حدودك الموضوع هتلاقيها سهله جدا يعني. صحيح.